وتحياتي وتحياتي لقداسة البابا، وتحياتي واحترامي لقداسة البابا اللي أنا بأكن ليه كل احترام وكل تقدير والله. وطبعاً المحبة دي نجمة عن مواقف ما يعملهاش إلا رجال، مواقف ما يعملهاش إلا رجال. رجال مخلصين بيحبوا بلدهم ومؤمنين بيها وحريصين عليها. فعشان كده أنا عشت الكلام ده، أنا عشت الكلام ده عمليا مع قداسة البابا. تقديري ليك يا قداسة البابا، ربنا يديك الصحة، وبشكرك جدا جدا على اللي فات وعلى اللي جاي. مرة تانية مش عايز أطول عليكم عشان كل سنة وانتم طيبين.